مش عارف تخس، تعال نشوف كابتن ميشو بيقول لنا ايه. نشاط جسمك وجمالك مسؤولية كبيرة. هي بقول لك انت يا يو عندك مناطق اكبر من مناطق ومدلدل اتخاذك ملزقة في بعض برضو انسى. السلام عليكم. هنتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا، اللي هو ليه ناس كتير قوي مش بيعرفوا يخسوا. موضوع انك تمشي على دايت وتحافظ على نظام غذائي معين اكيد حاجة صعبة مش سهلة. معروف برضو ان كل ما زاد وزنك وبقى فيه دهون كتيرة بيبقى سهل قوي ان انت تتخلص من كمية الدهون دي، انما بيجي بقى في الاخر اللي هم اخر 3 4 او 5 كيلو اللي هم في الاخر دول بتبقى مش عارف تنزلهم خالص. بس اللي انت لازم تعرفه ان الحالات الطبية او نمط الحياة واختيار الاكل كل دول ممكن بيأثروا على نظام التغذية اللي انت ماشي عليه. هنفترض لو انت بتروح بقى الجيم ومظبط اكلك ونومك وكل حاجة تمام، وفي نفس الوقت مش عارف توصل للهدف بتاعك اللي هو خسارة الدهون او تقليل الوزن بتاعك، اكيد في سبب من الاسباب اللي احنا هنقولها دلوقتي. اول حاجة هنتكلم عليها اللي هو الاكل. لازم النظام الغذائي بتاعك يبقى فيه كل العناصر الغذائية المهمة زي البروتين والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، كل الحاجات المهمه لازم تكون بتاكل. ممكن وانت مش حاسس جسمك يبقى عنده نوع من الحساسيه لبعض من انواع الاكل، وتكون نتيجه الكلام ده ان هو ممكن يكون بيحبس الميه في جسمك، زي اشهر حاجه بتعمل الحاجات دي اللي هي الالبان والمكسرات والذره. انما القاعده اللي انت تعرفها، لو في اي اكل بتاكله بيجيب لك امساك او اسهال او مش بيريحك، يبقى لازم طبعا ايه تشيل الاكل ده تماما من النظام الغذائي بتاعك. تاني حاجه نتكلم عليها اللي هي الايه الوراثه. اكيد العوامل الوراثيه دي ليها دور كبير جدا في الموضوع ده، بس ده مش معناه ان انت مش هتقدر تتغلب عليه. زمان خالص من اول بني ادم ربنا خلقه، وظائف الجسم بتاعت الانسان بتخليه يقاوم الظروف المحيطه بيه وتخليه يفضل عايش، مش عشان يعمل فورمه الساحل. عشان كده اول ما الجسم بيبتدي يحس باي نقص من الاكل اللي انت بتاكله اوتوماتيك بيشتغل على طول انه بيعمل رد فعل طبيعي، انه بيحافظ على كل نسبه وكل جرام موجود في جسمك من الدهون على حساب طبعا العضلات. وعشان كده ان انت ممكن في تقليل اكل بسرعه ممكن بتخسر العضلات، انما الدهون تفضل في جسمك فتره طويله. والنفس السبب برضو لما كميه الاكل بتزيد شويه او الجسم يقول لك ايه اهو اعمل لي شويه دهون على شويه كرش، هي تنفعه في الايه في الايام السوداء. ثالث حاجه هتكلم عليها اللي هو نمط الحياه. يمكن اتكلمت قبل كده في فيديوهات على موضوع اسباب ظهور الكرش وازاي تقدر تعالجه. في ناس مش بياخدوا بالهم من الموضوع ده، انما انت لازم تبقى عارف ان النوم ده حاجه ضروريه جدا حتى في موضوع حرق الدهون. لازم تنام على الاقل في اليوم 7 ساعات متواصل، لانه انت نايم الجسم بيفرز هرمون النمو اللي هو الجراس هرمون، وده بيساعد على حرق الدهون. الضغط العصبي اللي بيواجه اي حد فينا سواء في الشغل في المدرسه في حياته عامه، ده بيؤدي طبعا ان الجسم بيفرز اللي هو هرمون الاسترس او اللي هو اسمه كورتيزول، وده للاسف بيخلي الجسم بسهوله جدا يحتفظ بالدهون. حاجه تانية ناس كتير بيسالون عليها اللي هو موضوع الفات بيرنرز. الحقيقه لازم نبقى عارفين حاجه اساسيه، ان تخسيس الوزن 80% منه دايت وحوالي 15% منه تمرين او اكسرسايز او لو بتروح جيم، و5% بس هو اللي ممكن يساعد فيهم اللي هو الفات بيرنر. ما نبقاش متخيلين الفات بيرنر ده هيبقى سحر وهيخليك تخس دهون بسرعه، الكلام ده مش مظبوط. ده بجانب طبعا ان انا شخصيا مش بحب الفات بيرنرز، لان هو حتى انت تقرا الكلام على كل عبوه منهم هتلاقي ان هو ممكن بيجيب ارق بسهوله مش اي حد ياخده، اللي عنده مشاكل في القلب ما ينفعش ياخده لان هو ممكن يؤدي بيزود طبعا ضربات القلب وبيعمل حمل على القلب وكده، فيعني ليه محاذير كتير. يعني يا ريت يا جماعه لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يبعت لي وان شاء الله هرد عليه. والسلام عليكم. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا سبسكرايب على اللينك اللي تحت.